يا الله يا جماعة يا جماعة، توم وجيري قاعدين بتهاوشوا معاهم حبل، أنا ما بعرف إيش اللي راح يصير. اسمعوا خليني أروح عليهم، أنا بدي أروح عليهم وبدي أعرف إيش قاعدين يساووا. أنا بدي أعرف إيش قاعدين يساووا. يلا يلا يعملوا لايكات كثير لهذا الفيديو علشان إذا كانوا أشرار يضعفوا. طلعوا كيف حركاتهم كثير غريبة. لايكات للفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. يلا يا جماعة اكتبوا في التعليقات الله يحميك يا أيمن، أول مرة بحياتي راح أواجه توم أند جيري الأشرار. يلا أنا مش عارف إيش راح يصير. ايش قاعدين بتساووا؟ ايش قاعدين بتساووا؟ ايش في؟ اتركوني اتركوني، ليش مسكتوني؟ يا متابعين انقذوني، قاعدين بربطوا فيا. يا الله ايش اللي قاعد يصير؟ ليش هيك؟ انا شو عملت لكم عشان تربطوني؟ لا لا تغلق فمي، ليش تغلق فمي؟ جيري انت على اساس طيب؟ هيا معنا الى السيارة. ليش؟ وين بدكم تحطوني؟ وين بدكم تروحوا فيا؟ انا معك في صندوق السيارة. ليش؟ انا شو عملت؟ اعملوا لايكات يا جماعة عشان يضعفوا. انا كثير خايف. وين بدكم تروحوا فيا؟ لا خلصنا من أيمن. يا أيمن أيمن، وين راح أيمن؟ يا الله طلع يشوف توم وجيري كانوا بتهاوشوا. يا الله أيمن يا أيمن يا أيمن يا الله، وين راح يا الله؟ أيمن في صوت غريب. أيمن يا أيمن أيمن، جيري يا جيري، وين أيمن يا جيري؟ شفت أيمن؟ أنت بتعرف وين أيمن؟ وينه؟ طب دلني عليه بسرعة. طب احكي لي وينه؟ يلا يلا نطلع بالسيارة بسرعة. يلا يا جيري وديني عند أيمن. يا سنتعب الآن. يلا يلا يا رب إن نلاقيه. انت من وين عرفت وين ايمن؟ طيب انا راقبته وعرفت مكانه، حفظت اين هو الان، سنتبعه. رب يا رب إن نلاقي ايمن، انا كثير خايفه، حاسه انه ايمن في خطر. في اصوات غريبه قاعده اسمعها. لا تقلقي لا يوجد اي صوت، هذا الراديو. أي راديو؟ يا الله والله أنا حاسة في صوت، في صوت. لا يوجد أي أصوات يا رحمة، أنت أتهيأ لك، سنذهب لنحرر أيمن. قد وصلنا يا رحمة، إنه داخل المنزل. كيف داخل؟ يعني ليش أيمن روح؟ طب تركني يعني. اذهبي وستريه هناك. بدي أروح وأشوف. هيا اذهبي لوحدك يا رحمة. يلا. ليش ما بدك تنزل معي؟ أنا لا أستطيع الآن. الله حاسة إنه جيري بتخوف. يلا هاي بدي أنزل أشوف. بعد قليل. ماشي. خليني أشوف إذا جيري صادق ولا لا. يا رب يكون أيمن جوا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيمن أيمن يا أيمن أيمن يا أيمن. يا الله أنا لازم، جيري شكله مش صادق، أنا لازم أتصل بتوم هسه وأشوف شو القصة. هاي بدي أتصل بتوم وأشوف شو اللي قاعد بصير. يا رب انه يرد. مرحبا. مرحبا يا توم. اهلا توم، انت كنت انت وجيري برا وايمن طلع يشوفكم بعدين ايمن اختفى، وين ايمن؟ لا لم اكن مع احد، من قال لك هذا؟ يا
الله شايفين فين صوت اطفال وقاعد يتخوت. يا توم انت متاكد انك ما كنت مع حدا؟ شايفين كيف بضحك فيها ضحكه شريره؟ توم بس احكي لي وين ايمن يا توم؟ ايمن ليس هنا. يا الله يا جماعه وين كنت؟ كيف بدي الاقي ايمن؟ كيف بدي الاقي ايمن؟ شكلهم الاثنين توم وجيري متفقين، انا لازم اعرف وين ايمن، بلكي بغرفه ضيوف، خليني اروح واشوف. ايمن؟ ايمن؟ يا ايمن؟ يا الله وين راح ايمن؟ طب يا الله شو بدي اعمل؟ عن جد لازم اعرف وين ايمن. يا الله يا متابعين اي حدا يعرف اي معلومه عن ايمن يحكي لي عشان اعرف كيف الاقي ايمن، بلكي ايمن بخطر. يا رب الاقي ايمن يا رب. يا الله وين بدي الاقي ايمن؟ كاني لمحت اشي هناك. يا جماعه اللي شاف اشي هناك يحكي لي شو هو. يا الله والله انا مش عارفه وين ايمن، عن جد انا كثير كثير توترت وكثير خفت. يا الله لازم اتذكر اي اشي، لازم اتذكرت بخطر. في اصوات غريبة قاعدة اسمعها. لا تقلقي لا يوجد اي صوت، هذا الراديو. اي راديو؟ يا الله والله انا حاسة في صوت، في صوت ليكون بصندوق السيارة. الاصوات اللي كنت اسمعها لازم انزل واشوف. يا الله من وانا بالسياره كنت اسمع اصوات؟ ليش غابت عن بالي هاي؟ انا ما لازم صدقت توم، شكله توم وجيري وراهم قصه. معقول الاقي ايمن هسه بالصندوق؟ يا الله عن جد اني كثير متوتره، كثير خايفه ومش عارف شو بدي اعمل. يا جماعه ادعوا اني الاقي ايمن، اعملوا لايكات عشان اذا ايمن في خطر اقدر الاقيه. يا رب يا رب الاقي ايمن، بس انا مش عارفه شو بدي اعمل. يا رب الاقي ايمن يا رب. بس انا جيري متاكده انه وراه قصه، لانه ليش حكى لي ايمن بالبيت؟ غريب. وتوم حكى لي انا ما كنت انا وجيري، طب شو هالقصه هذه؟ انا والله مش عارف، هسه لازم اروح واعرف. وين ايمن؟ يا الله طب هاي الاصوات اللي كنت اسمعها بالسياره وين راحت؟ جماعه اي حدا يعرف اي معلومه عن ايمن اكتب لي في الكومنت، اكيد ايمن كان هون بالسياره بس في حدا خاطفه، لانه الباب مفتوح لحاله هيك ومش موجود ايمن. الكل يكتب لي بالكومنت اذا حدا شاف ايمن او بيعرف وين ايمن.